اهلا بيكم، وحشتوني جدا 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 مشاهدينا الجمال في كل مكان. مشاهدي قناة الصحة والجمال، رجعنا لكم تاني في برنامجنا الحلو قوي قوي قوي، قعدة الدكاترة. ان شاء الله النهاردة القعدة زي ما عودناكم هتكون مختلفة وفيها مفاجآت حلوة جدا، وهنتكلم عن مواضيع جديدة وشيقة وهتكون مسمعة معاكم شوية، يعني مواضيع حلوة جدا، ويعني مش هنقول ايه المواضيع لحد ما نقولها ان شاء الله، مش عايزين نحرقها يعني. في الاول طبعا بحب ارحب بضيفتي ونجمتنا الجديده الجميله اللي منورانا النهارده، دكتوره الهام اهلا سراج الدين. اهلا بحضرتك، اهلا بك يا الهام. بحب ارحب برضو وانا بكل بحب الناس اللي ارحب بكم، منورانا يعني، فسيب الهام ترحب بيكم الاول ونرجع لكم تاني. اتفضلي. وانا احب ارحب بكل مشاهدينا الجمال، واحب ارحب باللي مشرفينا ومنوريننا دكتور ولاء عادل، اخصائي نفسي وخبيره علاقات اسريه، وطبعا الشيف الكبير دعاء الراعي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم تاني. عايز ادخل في الموضوع على طول علشان نلحق نكسب وقت كتير، لان الموضوع النهارده يا جماعه خناقه بين الراجل والست. هنشوف بقى مين اللي يكسب، وطبعا الحكم بتاعنا الدكتوره ولاء اللي هتبدا الموضوع ونخش في الصراع على طول. في الاول كده قبل ما ندخل طبعا لازم نطمن على الغدا، علشان انا زي كل مره باجي من غير غدا، وبحب الشيف دعاء تطمني يعني. فنشوف الشيف دعاء محضر لنا ايه النهارده ونرجع لكم تاني نخش في الموضوع. عندنا اتفضل. النهارده اول حاجه هنعملها عاده بتيجي بالحلو كل مره عشان نطمن ان هو دخل الفرن وخلصنا منه. اول حاجه هنعملها كيكه بلوندير. بلوندير المره دي معموله بالبطاطا وبالعسل الاسود وبالطحينه وبدقيق شوفان كده، كده احنا هنحل يعني. كده احنا بدأنا الاول بالتحليه، وبعد كده عملنا سلطه كوسه بجبنه الفته، وبعد كده معانا بقى عشان خاطر ده العيد. احنا لازم، انا مستني اسمع اي حاجه عشان يعني. نحضر للعيد يعني فته على طريقه صحيه جدا. فته في لحمه يعني موجود؟ في طب لحمة. تمام يا جماعه، خلاص كده احنا اطمنا على الغدا بتاعنا. نرجع بقى للموضوع علشان الموضوع فعلا حلو جدا ومهم قوي، وعايزين ندخل على طول فيه علشان الدكتوره ولاء يعني محضر لنا اسئله كتير قوي. العلاقه بين الراجل والست يعني بداية الموضوع صعبة، بس طبعا ان شاء الله نوصل لحل يعني، لان هما دايما في خناقة وصراع مين اللي على حق ومين اللي على باطل ومين اللي غلطان. فالنهاردة هنحاول نحط شوية قواعد كده ونظام، ايه مبادئ العلاقة اصلا بين الراجل والست، وازاي تنجح وازاي تكمل، ويعني ايه امان، ويعني ايه سند، ويعني ايه ظهر. كل الحاجات دي هنبدأ نتكلم فيها. اول سؤال او يعني اول حاجة عايز اخلي الدكتورة ولاء كده تسخن يعني وتخش بقلب جامد. هي قايله لي ان في حاجه اسمها العاطفه، في حاجه اسمها الامان، فانا شخصيا يعني الاثنين ممكن يكونوا يدخلوا مع بعض معايا، فانا عايز اسالها ايه الاهم في العلاقه، العاطفه ولا الامان؟ كره في ملعبك، اتفضل. مبدئيا كده العاطفه والامان هما خطين متوازيين. العلاقه ما ينفعش تختل، يعني تختل بدون واحد فيه. لو ركزنا على الامان بس وكانت العلاقه من غير عاطفه، فده معناه ان هي تبقى جافه جدا واستحاله توصل لل تبقى وطيده وتنجح. لو العلاقه عاطفه بس ومفيش امان، فده طبعا ينهي على العلاقه وبسرعه وبدون ما نفكر. طب كنت عاوزه اسال حضرتك ايه مفهوم اساسا الامان بالنسبه لك او من وجهة نظرك؟ لا، هو مفهوم الامان مش هيبقى بالنسبه لي، هو مفهوم الامان هيبقى بالنسبه لكل شخص. ايه كل واحده مفهوم الامان بالنسبه لها؟ حسب خبراتها السابقه، حسب تكوينها، حسب احتياجاتها النفسيه، حسب هي واصله لايه يعني. هو مفهوم مختلف، مش مختلف من سابق. من ست لست. اها. او من واحده او من اي حد لاي حد مفهوم الامان بيختلف تمام. يعني انا ممكن اكون محققه كارير وعندي فلوس والدنيا تمام معايا، بس مفهوم الامان عندي في المشاعر. واحدة تانية مفهوم دي اللي انت مفتقداها تقصدي يعني. الحتة اللي هي اللي ناقصة عندي او اللي بتوفر لي او بتحسسني بالامان. او هي دي اللي بتعمل لي التوازن الداخلي. بتفرق طبعا من ست لست او من واحدة لواحدة في العلاقة. هو الذكاء هنا ان الراجل يبقى عارف احتياجات الطرف الاخر او الست اللي معاه او الطرف التاني في العلاقة، يبقى فاهم هو محتاج ايه والامان بالنسبة له ايه ويقدر يديهوله ازاي. يعني ما هياش حاجة ثابتة هي انت محتاجة امان ولا مشاعر، هو على حسب يقرا الطرف اللي معاه او الست اللي معاه يعني. بس لازم نبقى فاهمين ان في علاقات ممكن تنجح بالامان، لان الامان ممكن يوصلنا للمشاعر والحب، لكن العلاقه اللي فيها مشاعر من غير امان
استحالة تنجح. طب زي ما إلهام سألتك يعني وضح لنا الأمان إيه المقصود بيه مثلا، يعني ممكن يبقى أو هو كمان إمتى الجدار بتاع الأمان نفسه بالنسبة للست، يعني الأمان بالنسبة للست دايما الراجل، إمتى جدار الأمان ده ينهار خالص وما تبقاش حاسة بأمان معاه؟ بصي هو مش شرط إن جدار الأمان أو الأمان يبقى بالنسبة للست هو الراجل، بس هو في الغالب يعني في معتقداتنا احنا وفي حياة وفي مجتمعاتنا احنا هو تربينا على ان هو طول ما في راجل طول ما في سند طول ما هو ده بالنسبه لك مصدر الامان. الراجل ده ايا كان، هو الاب، هو الاخ، هو الزوج، هو الحبيب، ايا كان. بس بعد الجواز او بعد العلاقه او بعد ما الست بتدخل في علاقه بيبقى الشخص الطرف الثاني اللي معاها او حبيبها او جوزها ايا كان ده ايه، هو بالنسبه لها بقى مصدر الامان، بتقيس نجاحها واستقرارها النفسي من خلاله. اذا كان هو ده يعني الشخص ده قدر يوفر لي الامان اللي انا محتاجاه، اللي الامان اللي هو الحته اللي انا محتاجاها، الجزء اللي ناقصني، يبقى هو ده نقدر نقول عليه امان. يعني الامان مثلا اهم من المشاعر ولا المشاعر اهم ولا الاثنين مع بعض؟ ما اقدرش اقول ان الامان ينفي وجود المشاعر، لان انا ممكن يكون عندي زوج موفر، زوج او حبيب او ايا كان الطرف الثاني موفر كل ما له علاقه بالامان، ماده، بيقوم بواجباته على اكمل وجه، بيديني الرومانسيه والمشاعر وبيطبطب عليا، بس ينقصني معاه جزء معين في الامان ايا كان بقى الامان اللي هو انا محتاجاه. يعني في ست مثلا بالنسبه لها الامان ان جوزها يودي الولاد النادي ويودي الدروس ويقوم بالتزاماته ويصرف. في ست تانية بالنسبه لها الامان انه يقول لها انت حلوه قوي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا بالنسبه لك اموت. في ست تانية بالنسبه لها الامان انه يوفر لها الماده، البيت، السكن، الفلوس، حسب احتياجاتها النفسيه وتكوينها النفسي وخبراتها السابقه. تمام. طيب انت بتشوفي الست مثلا محتاجه اكتر ايه، الامان ولا السند، ولا هما الاثنين بيكملوا بعض ولا ايه؟ بصي هو في فرق بين الامان والسند. مش كل اللي يقدر يوفر لك امان يبقى سند، لكن كل سند امان. تاني كده معلش عشان الحته دي يا جماعه، يعني مش كل الراجل، لا يعني مش كل الامان وايه سند. لا السند ده الشخص اللي التعريفات دي نكتبها، لا هي مش تعريفات، لا هي مش تعريفات، هي مجموعه احاسيس ومجموعه تصرفات. تقدر تقول لك ان الشخص ده ممكن يكون سند والشخص ده ممكن يكون امان، ممكن يكون امان في حياتي بس من غير عاطفه، لكن يوم ما يتوفر العاطفه والمشاعر والحب وجنبها كمان الامان يبقى انت وصلت كده للشخص السند. يعني السند ده اعلى من الامان شويه، أعلى يعني من الأمان المفروض بكتير. انه مش اي حد اقدر اقول عليه ده سندي. ابدا مش كل حبيب سند ومش كل زوج سند ومش كل حد موفر امان. اصل في امان ممكن يكون امان مادي بس مش السند، لان السند ده هو احتواء. انت يعني ربنا لما خلق السيده حواء خلقها من ضلعه مش عشان يحط ايده عليها، لا عشان يحوط عليها. وهو ده الامان وهو ده الاحتواء وهو ده السند. وعشان كده احنا بنلاقي اختلافات كتير جدا ومشاكل كتير جدا وضربات كتير جدا في بيوتنا. يعني يمكن تقصدي ان السند ده اللي هو بيبقى موجود في كل حاجه في الحياه، مغطي كل شمولية الحاجات شموليه اكتر يعني. بكتير اشمل اكتر بس يعني. الامان خطوه. انت رايك يا رهام في الموضوع ده؟ يعني السند كبنت برضه يعني هندخل الان في الموضوع. طب ما انا اسالك انت الامان انت بالنسبه لك ايه كست؟ يعني في الست كراجل؟ امتى تقولي ان الست دي اماني؟ بص يا ست يعني انتوا طول الوقت بتسالونا احنا امتى يبقى اماني والراجل اماني، انتوا بقى امتى الست تبقى اماني؟ على فكره يعني علشان التحيز برضه ان لا بس هو في تحيز كمان بتحتاج تحس بالامان ده الامان في العلاقه يعني طبعا الناس اللي ورا الكاميرا بيسقفوا لي بس يعني الرجاله مظلومه في الحته دي جدا، مفتقدين حاجه اسمها الامان في العلاقه. فانا هقوله من وجهه نظري، الامان في العلاقه ببساطه كده ان انا احس ان انا مش قلقان من الطرف التاني ده، ان انا مثلا احكي له حاجه او اقول له حاجه او اخاف من عقاب مثلا. يعني الامان بشبهه بالصداقه، ان احنا نبقى اصدقاء. الصداقه لو دخلت في العلاقه بين الراجل والست العلاقه دي ان شاء الله هتنجح كتير قوي. وان الراجل يقدر يحتوي الست برضه. ما هو يعني الفكره كلها انه يفهمها. انا بتكلم عن احتياجات الراجل دلوقتي علشان بس ايه ما نزعلش من بعض. الراجل احتياجاته ايه؟ ان هو يحس بالامان. طب الامان ده عنده ايه؟ عنده ان هو ما يحسش انه قلقان انه يحكي، قلقان انه يقول، قلقان مثلا من مشكله حصلت فخايف يقول لها، عايز اخرج مع اصحابي فقلقان لو عرفت ان انا خارج مع اصحابي هتعمل لي مشكله. فلازم يكون مطمن. يعني مطمن من ايه؟ من ردود فعل الطرف التاني، انه مش رد فعله مش هيبقى عنيف قوي، مش عصبي قوي، مش شديد قوي. ولا ايه رايك يا شيف؟ شيف مشغول. انت معانا ولا علينا؟ لا سرحت. سرحت في الصرف. ركزي كده هسالك السؤال تاني على ما تفكري فيه، ايه رايك في الامان عند الستات؟ وجهه نظرك ايه؟ على ما نرجع تاني. كملي يا الهام. ده رايي اولا يعني نرجع يعني تاني. انت بتربط الامان بالصداقه؟
وتقبل الطرف الثاني ليك، يعني اقدر اقول لها انا عملت، انا غلط، انا هغلط، انا هعمل حاجه. رد فانت الفعل يعني رد الفعل يكون ايه بقى والاحتواء. غرضه ان احنا مكملين مع بعض، احنا مكملين بس نشوف ايه اللي حصل ونصلحه. طيب تتوقع ان ده ليه علاقه بالثقه ولا ليه علاقه بالنضج في التفكير؟ الاثنين، لان هو الثقه ان انا واثق في الطرف اللي معايا، لان لو مفيش ثقه من البدايه العلاقه دي هتبوظ خالص. النضج بقى بيرجع ان مين انضج من مين وتجارب مش مين. كل اللي يعني مش كل الطرف التاني، يعني مش كل ما تبقى العلاقه فيها ثقه كل ما يبقى العلاقه فيها استيعاب. انا ممكن اكون واثقه فيك بس ما اقدرش استحمل حاجه مثلا جيت قلت مش انا يعني، بس انت طبيعتك انت بقى يعني. لا كمان مش عندنا أنا. الراجل كل ما بيضمن وجود الست في حياته بيختبر قدره تحملها بزياده، يعني برضو دي برضو دي موجوده ودي مهمه جدا. الضمان ضمان يعني انت موجوده. طب انت رايك انت الامان عند الست ايه؟ قولي لي انت رايك انت. انا بشوف اللي هو يقدر يحتويها، يقدر يفهمها، يقدر ان هي تتكلم معاه، يعني بتبقى هو على حسب كل بنت وعلى حسب كل ست، يعني ده بيبقى على حسب اختيارها، بيبقى على حسب ايه اللي محتاجاه من بالظبط. هنرجع يعني تاني نقول ان تكوين كل ست بيختلف عن الست. في ست بالزبط. عمليه جدا بالنسبه لها ان جوزها او حبيبها او الشخص الطرف الثاني في العلاقه يوفر لها ماده مثلا اللي هو الامان. في ست تانية بالنسبه لها الحضن هو الامان. ولعلمك احنا في يعني كستات شرقيين احنا بالنسبه لنا المشاعر والحب والاحتواء اهم من الماده بكتير من الماده. صح، الفلوس كده كده بتتصرف. وعلى فكره في حاجه مهمه جدا ودي انا يمكن ملاحظها من تجاربي في الشغل بتاع الطب النفسي وكده، انك اثر الحاجه الماديه بيختفي بعد يومين ثلاثه بعد شهر، انما هي دايما في احتياج دائم للكلمه الحلوه للاهتمام للحنان. يعني هو ده اللي بيدوم، هو ده اللي بيكمل. ايفون 6 بلس برو ماكس مش عارف ايه عايزه ان شاء الله بعد يجي خلاص الفرحه بتاعته خلصت بعد اسبوع ثلاثه، بس لو قال لها كلمه وحشه دي هتضايقها اكتر، لو قال لها بقى كلمه حلوه هتبقى يعني يوم ميك ماي داي خلاص. بص هو فكره ان انا اقوم ابقى عارفه ان جوزي شايفني ست حلوه، شايفني ست جميله، مكتفي بيا، عارف ان انا بص حتى لو ده مش 100% بس هو موصله لي 100%، ما هو هنا الذكاء. وده هنرجعه تاني في اخر الحلقه للاختيار، لطريقه الاختيار. ماشي. انا عايزه اقول لك على حاجه، هو ممكن مثلا الست تبقى عملت حاجات كتير جدا وبكلمه واحده بس تحس ان هي ما تعبتش، ما عملتش اي حاجه. يعني الموضوع ازاي يعني؟ وضحي شويه. يعني الست عندها استعداد ان هي تعمل حاجات كتيره جدا بس يعني المقابل يبقى كلمه حلوه يعني بس. صح، التقدير يعني بالظبط. اكيد التقدير حاجه مهمه جدا في العلاقه. يعني التقدير. الكلام الحلو والاهتمام هو يعتبر تقدير. الاثنين مطلوبين. لو اتكلمنا بشكل عام شويه في العلاقه، لان في ستات برضه بتحب تحس بهديه بكادو ورده فده بيفرق طبعا مع الكلمه الحلوه. يعني انا ما ببقاش برضه طول الوقت لا الله برافو شطوره وعامله اللي عليكي وانا ببقى مقتدر ان انا انورها اجيب لها الاصل الهديه هتفرق كي. الورده. ناخد راي الشيف في الموضوع، ايه رايك الامان عند الست يمثل ايه؟ او رايك انت الشخصي يعني انت شايفه ايه؟ الامان عند الست يمثل كلمه واحده هي الصدق. الصدق؟ يعني يكونوا هما الاثنين متفقين من البدايه ان هما مهما حصل هما هيصالحوا بعض. صح، ده هيكون بالنسبه ليهم هما الاثنين لان الامان مطلوب للطرفين. طب ده ليه علاقه بان الست مثلا تكون بتعرف تطبخ ولا حاجه؟ يعني ده بيزيد شويه ولا ما الطبيخ لا 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 ده ملوش علاقه. امكانيه الطبخ لا 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 ما بتزودش الامان في العلاقه شويه؟ ان هو مطمن كده كده هياكل اكلات حلوه؟ لا ده كده هو مطمن على معدته مش المعده دي مش جزء منها. ده عند الولاد تبقى هي معتقده برضه ان هي الامان ان هي تخلف ولاد كتير او تطبخ حلو بس ده مش تاكله كتير او تخلف له كتير. ماشي كل في سيدات كتير ما بتعرفش. هو يعني كده الواضح ان احنا مختلفين على مبدا الامان او كلمه الامان بس هي شامله شويه، هي نسبيه يعني. نسبيه بتختلف بين كل شخص وشخص. يعني انا ممكن بالنسبه لي الامان مطاطه جدا، ممكن يكون بالنسبه لي الامان حاجه، انت من وجهه نظرك حاجه، دكتور ولاء من نظرها حاجه تانية. وساعات يمكن الست هي اللي بتبقى امان للراجل في حاجات كتير. لا هي مساعد، هي مساعد، هي الاغلب الست هي عمود العلاقه. لا الست هي العمود في العلاقه دي وصمام الامان للعلاقه. ولو الست قررت تنهي العلاقه بتنتهي، لو الست مصره ان العلاقه بتستمر ايا كان. كان نزار قباني باين بيقول حاجه كده، لو احبتك الست ممكن تجي لك من بيروت لباريس عشان تشرب معاك فنجان قهوه وتروح، انما لو كرهتك ممكن تكون انت بتموت جنبها ومعاها ميه ومش هترضى تدي لك كوبايه الميه. وده موجود كتير جدا جدا. وعلى فكره الست يعني لو قادره ان هي تخلي العلاقه
مش ظريفه، هي بايديها هي الست هي اللي بتحلي العلاقه او بتوحشها. فانت يعني يا جماعه الست يا اما مصدر النكد يا مصدر السعاده. لا انا ضد الكلام ده، لان العلاقه ثنائيه، ثنائيه القطب. يعني ما ينفعش ابدا ان طرف واحد هو اللي ينجح العلاقه وطرف تاني لا. ما ينفعش طرف بص، اصل انا مهما اقعد ابذل وادي وانا مبسوطه وسعيده، طاقه العطاء دي ليها لازم تتشحن. ما انا لما لو انت ما شحنتش طاقه العطاء دي انا هيجي عليا وقت بقى زي الموبايل كده، يعني الموبايل عايز يشحن ولازم يتشحن كل فتره بدليل ان احنا بنلاقي ستات بتدبل وبتخلص، وهي بتبقى من الاول طاقه نور وشعله نشاط وشعله حب، وبعد كده تدبل وتخلص خالص لان هي ما بتشحنش الطاقه دي. معاويه بن ابي سفيان كان بيقول ايه؟ بيني وبين الناس شعره هم مش هتتقطع، يعني لو هم شدوا انا برخي ولو انا رخيت هم بيشدوا. فده تقريبا اللي احنا عايزين نقوله في انه ينجح العلاقه، صح؟ ان يعني هي لو هي شدت انا المفروض ارخيلها، ولو انا شديت هي ترخيلي. اخد الخطوه، يعني هي بعدت الخطوه انا اطلع الخطوه او الخطوتين ليها. دايما امد ايدي، مش دايما مستني ان هي اللي تيجي وهي اللي تقرب وهي اللي تطبطب وهي اللي تدادي وهي اللي تصالح. يعني مره عليك ومره عليها، ما انا قلت لك على حسب مين اللي يشد ولا ايه رايك؟ يعني انا شديت. واعتقد انا مش مع ان الست هي يعني فكره إن لا مش حكايه الست تبدا، بس فكره ان الراجل كمان له دور عالي جدا جدا وقوي جدا في العلاقه، ان هو يقدر يحتوي ويقدر يقرب ايا كانت الست عباره عن نار مستفزه معصبه بكلمه بلمسه بنظره بورده، الدنيا بتفرق وبتختلف تماما. طيب احنا عاوزين بقى منك انت كده روشته كامله عن الاختيار، يعني انا كبنت وكل البنات اللي بيتفرجوا علينا لو عاوزين يقدروا يعرفوا ان الشخص ده مناسب، الشخص ده اقدر اكمل معايا، الشخص ده الامان اكمل معايا ولا لا، يعني الايديال. طيب هو بالزبط. لو هنتكلم على الاختيار برضو هرجع اقول ان الاختيار نسبي وبيفرق من شخص لاخر، وبيبقى حسب احتياجاتي انا عايزه ايه من العلاقه او عايزه ايه من الشريك. طيب لو هندخل المشاعر والحب في الوقت ده، احنا ما بيبقاش عندنا حريه الاختيار. لو بدات العلاقه بمشاعر وحب بس، لا اسمعي، لو اتخطفنا في الاول احنا كده ما بيبقاش عندنا حريه اختيار، احنا خلاص دخلنا نوع بقى خلاص احنا كده دخلنا مرحله الشغف بقى ومرحله والمنطق وقف. أيوة. لكن لو هنبدا هنفكر احنا لسه ما دخلناش في مرحله المشاعر، بس احنا قدامنا فرصه الاختيار، بنختار يعني قدامنا اكتر من فرصه او اكتر من حد، ففي الوقت ده نقدر نقول ان حسب احتياجاتي ايه. في حاجات اساسيه جدا نبعد عنها، زي الكذب، زي البخل، زي الادمان، زي مليون صفه. في حاجات لازم نبقى مقربين منها، التفاهم، ان احنا نبقى شبه بعض، ان احنا نقدر نحتوي بعض. انا بدور مش على شخص ابو ولادي زي ما احنا كنا بنقعد نقول، انا بدور على الشخص اللي هكمل معاه عمري. انا الاول مش ولادي، انا الشخص اللي هنتحط في محكات كبيره بعد كده، هل هنقدر نحلها؟ هل هنقدر نوصل لنقطه تلاقي؟ ولا هيتهد البيت علينا وعلى اولادنا؟ فانا بتكلم في هنا الاختيار، مين شبهي ومين يقدر يحتويني ومين يقرب لي ال10 خطوات او ال100 خطوه لو انا بعد. نركز احنا بنختار يا جماعه عشان ما نلبسش. قليل من العقل على القلب حتى ايه؟ لا انا مش فاكر. بتشوفي ايه اللي قليل من العقل على القلب حتى يستقيم. صح، ما انا كنت وقليل من القلب على العقل حتى يلين. فالاثنين مع بعض في الاختيار هيفرق جدا جدا. ده تصريح حصري يا جماعه. انا كنت اقول لك حاجه زي دي، احنا برضو درسناها من ضمن الحاجات اللي كنا بناخدها في العلاقات وكده، كان حد بيشرح لنا ان الارتباط بيكون بحاجه اسمها القلب الحكيم. يعني ايه؟ لو عملنا دايره كده للعقل ودايره كده للقلب، الحته اللي بينهم دي هي اللي تختار بيها، ده قلبك وعقلك. يعني مثلا ما تختارش واحده عشان بتحبها ومفيش اي ظروف مناسبه بينكم، او تفاهم او شكل او مثلا ماديا اجتماعيا ثقافيا. بس انت كده بتفكر بالعقل مش بالقلب. ما انا لسه بقول اهو، ما تفكرش بحاجه واحده، يعني ما تختارش، ما انا بقول ما تختارش واحده عشان بتحبها بس في نفس الوقت مش مناسبه ليك، والعكس. احنا عندنا مشكله ثانيه، تاخد واحده مناسبه ليك بس وما احنا عندنا مشكله ثانيه بنقع فيها. الشباب او الرجال المصريين بيختاروا على اساس الشكل احيانا. يعني احنا بيبقى عندنا غلطين، 2 خطا بنقع فيهم. اول غلط ان احنا بنختار على اساس الشكل عجباني وحلوه، وبنتغاضى عن حاجات كتير، وبنتصدم بعد كده ان احنا مش متفاهمين ومش عارفين نعيش. صح. مش دي شخصيه، او بنعمل حاجه ثانيه، بندور على العقل والمنطق والتفاهم وما بنبصش على الشكل. فبنبص نلاقي نفسنا برضو مش الشكل، المظهر، يعني هو المظهر بشكل عام، يعني مش ده الستايل اللي انا بحبه مثلا. فانا ابقى مختارها عشان هي مؤدبه وبتشتغل كويس وبنت ناس ومتفاهمين. بس ممكن نوصل لمرحله ان انا ابقى شايفها. فلازم الاثنين، ارضي الاثنين، يعني ارضي عيني وارضي قلبي وارضي عقلي. الشخص اللي نقول عليه ملا قلبي وملا عيني وملا عقلي، دي اغنيه دي يا جماعه.
طيب نرجع كده للشيف بسرعه لان الريحه بدات تطلع، عايزين نسمع تاني يا شيف انت بتعملي ايه ومكوناتها ايه وبتتعمل ازاي وكده. بص الكيكس دي اللي هي البلوندي دي هقول لك على حاجه، دي كيكس معموله اقتصاديه جدا، دي فيها بطاطا، بطاطا من الحاجات المهمه جدا جدا للناس اللي هي بتعمل دايت، وفيها عسل اسود، وعسل اسود ده بديل سكر طبيعي، وفيها طحينه، والطحينه هنا عايزه انبه بس الناس نقطه فيها معينه، في بعض الماركتات دلوقتي بدات تعمل موضوع ان الطحينه الصحيه مش اللي هي مش تلاقيها متعبيه جاهزه، يطحنها لك او يعمل لك الطحينه وانت واقف، دي افضل. دي معلومه جديده دي. لا دي افضل. او اللي احنا بنعملها في البيت ولا تقصد اللي مش بتتشرف برطمانات؟ اللي مش بتتشرف برطمانات دي دي محتاجه اماكن تكون بتعملها. لا في اماكن بتعملها، في ماركتات دلوقتي بتعملها اوريدي قدام منك بتطحن، فدي معرفي الناس بقى تعمل الحاجات دي ازاي كده. دي عباره عن دي عباره عن هناخد هقول لحضرتك دلوقتي، دي عباره عن ايه، هنحط العسل الاسود والطحينه والبطاطا والبيض والزيت مع بعض وضربناهم، ربنا يستر بقى. وبعد كده حطينا جينا بقى ده كده الويت، نيجي بقى للدراي او الحاجات الجافه اللي هو دقيق الشوفان، دي الشوفان والقرفه وجوز الطيب والملح اتحطوا مع بعض وتقلبوا البيكنج صودا. هو انت تقريبا دايما بتركزي ان الاكل يكون هيلثي صح؟ انا اصلا يعني انا واخده خط الاكل الهيلثي. كل الحاجات دي تحس ان انا قاعد في مستشفى ومستني الوجبه بتاعتي. طب دوقوا كرر. هايله جدا المره اللي فاتت. طب دوقوا كرر. انا هدوق بعد ال دوقوا كرر. مش عارف اقوم انا مربوط في الكورس. تاني حاجه عملتها هي الكوسه، سلطه الكوسه، سلطه الكوسه بالنعناع. و ثواني بس، هات الكوسه دي كوسه وبصل. ناخد قطع الهوا يا جماعه ولا في مشاكل؟ اقوم اخد قطع الهوا. طيب حظك في واحد واقف لي بندقيه ورا الكاميرا دلوقتي. اوكي فدي كوسه وبصل احمر وجبنه فيتا لايت ونعناع اخضر، والدريسنج بتاعها برده سهل وبسيط جدا من كل دي زي السلطه مع الاكل. انتوا ايه رايكم في الحاجات دي كسيدات يعني؟ طبعا هيلثي جدا بس ندوق دعاء دعاء اكلها حلو جدا. المره اللي فاتت بصراحه الاكل كان يهوز، ما دقتش. لا كان رائع وهيلثي جدا فعلا. والدريسنج بتاع السلطه بتاعتنا هو العصير الليمون وزيت الزيتون والنعناع الجاف والملح والفلفل والمسترد. وطبعا فده كل ده بيتعمل بتركب، وبناخد الكوسه مع البصل وبنحطهم مع بعض، نحطهم مع بعض وعليهم الدريسنج وبنمكسهم شويه، وبعدين بننقلهم في طبق التقديم وعليهم الجبنه مفتفتينها ومزيناها بالنعناع، وضفنا اضافه في فريك احنا كنا سالقين عينه او سالقينه بمعنى اصح، وحمصناه على النار ورحنا ضايفينه كجرنش على الوش عشان الفريك داخل معانا في السلطه في الفته. برافو عليكي والله. هي الفته الفته اللي مش واقفه ليها. عجبني عجبها الاكل من قبل ما تاكل. يعني ده تقصدي ده كده المين ديش خلاص اللي هو مين ديش على النار، دي سلطه وده كده التحليه صح؟ كده التحليه. ده الناس يعني تعمله في العيد المفروض. لا الفتة عايزه اكلم الناس فيها في العيد. الفتة بقى في الفقره الثانيه تشرح لهم بالتفصيل الفتة، يعني الفقره الثانيه ان شاء الله هنبدأها بالفتة. تمام ماشي اوكي. ايه تاني عندك؟ هو كده النار. تمام نرجع بقى نختم او نشوف. انت قلتي روشيتا الشمل، انا برضو يعني من وجهه نظري في حاجه بسيطه كده هقولها واسمع تعليق عليها، اللي هو ازاي برضو اختار. استني البتاع دي هتقعد يعني. ازاي اختار او افكر ازاي؟ انا دايما بقولها لما حد بيجي لي العياده او عايز يعرف اختار ازاي او اعمل ايه او عنده مشاكل في العلاقات عموما او الارتباط، يعني ببدا اقول له انت المفروض بتشوف الشخص اللي قدامك ده في شويه حاجات كده بينكم المفروض تكون متشابهه عشان العلاقات دي تكمل. أكيد. لان في حاجات بتبقى متشابهه شويه وزي البنزين كده بيديك طاقه ان العلاقه دي تمشي فتره وتقف. فدي التشابهات اللي بينكم كانت محدوده، لو التشابهات دي اعلى شويه بتزق العلاقه شويه، فلازم عشان العلاقه دي اللي هي بتاعت بقى العمر كله وبتاع لازم يكون في حاجات كتير. ايه بقى التشابهات دي او المعايير اللي احنا بنختار منها؟ معايير ثقافيه، دماغ قريبه، معايير اجتماعيه، العيله، شكل العيله، لان في ساعات المشاكل ما بتجيش مني من العيلتين مثلا. المعايير الماديه لازم تكون قريبه، انا مش بقول ان ما ينفعش حد غني يتجوز واحده فقيره او العكس، بس يكون في قريبين من بعض عشان دي برضو ما تخلقش مشكله. واحنا هنا بنتكلم في الواقع مش الافلام، يعني سيبكم من الافلام واللي بيحصل فيها، لان الفيلم دايما بيخلص وما بيجيبولناش اللي بعد الجواز حصل ايه بقى، ولعوا ببعض، مسكوا ببعض، يعني خلينا نتكلم واقعيا شويه. الجزء الثاني الثقافه، الدماغ، الفكر، يعني ممكن تكون واحده متوسطه الحال مش عارف ايه بس عندها فكر، فكر يعني دماغ بتفكر، وهو برضو دماغه قريبه كده.
الحاجات الثالثة السلوكيات نفسها أو اختياراتي واختياراتها. يعني مثلا أنا بحب مثال يبقى زي ما بيقولوا كده واضح قوي. أنا مثلا ممكن أدخل على واحدة هي عجباني وأقعد أغير فيها فتعب. طب ما تختار واحدة شكلك من الأول والتغيير يبقى أسهل. يعني مثلا واحد بيحب واحدة مش محجبة عايزة محجبة، طب ما تروحش على واحدة بشعرها وتقعد تتعب نفسك فيها. طب ما والعكس الا لو كان في بينكم حاجات اقوى ممكن تنجح العلاقه وتوصلها لده. وفي كمان شخصي. التنازلات كمان يعني انا بتنازل عشان الشخص اللي انا بحبه بتنازل بس انا مش مع التنازلات في العلاقه شخصي يعني. فنسمع برضو تعليقكم على الحاجات دي. بص انا مش مع التنازلات في العلاقه في الامور الاساسيه، الامور اللي هي ليها علاقه بال بسمات الشخصيه. انا ما ينفعش تغيرني عشان خاطر نعيش مع بعض، بس ينفع تتقبلني. هي الفكره في التقبل والاحتواء صح. لكن انت تغير فيا الطبع او تغير فيا الصفه عشان انا لا، من الاول خالص زي ما انت بتقول لازم نكون متفاهمين ولازم نكون شبه بعض. وشبه بعض دي بتشمل حاجات كتير جدا. شبه بعض في الاهتمامات، كان حد بيشبهها بالتروس اللي بتدور على ما تاخده على بعض وتطبع. وفكره مين بيقدم خطوه لمين دي مهمه جدا، مهمه جدا في العلاقه، وده اللي بيساعد على يعني استمراريه العلاقه. ان انا بقدم لك او باجي وبقدم التنازل اللي هو ملوش علاقه بسماتي الشخصيه وطباعي، ليه علاقه بالمواقف الحاجات اللي هي الرتوش. لكن الامور الاساسيه ما فيهاش تنازلات خالص. يا تتقبلني زي ما انا وده ليه اساس في الاختيار من الاول، يا ما فيش داعي اصلا من البدايه نعمل علاقه واحنا مش شبه بعض ومش متفاهمين او ما فيش بينا امور مشتركه. صح. ايه رايك يا لهيب؟ انا رايي لو انا بعمل الحاجه دي بحب للشخص ده يعني للشخص نفسه اوكي ما عنديش مشكله. زي ما انت بتقولي التنازلات يعني لازم نقدر التنازلات اللي هي انما اللي شخص ملهاش علاقه بصفاتي او سماتي الشخصيه بالظبط. انما الشخص ده داخل علشان يقول لي اعملي كذا من الاول. يعني في شخص في ناس ماشيين بمبدا ايه اللي هو اي انا الراجل انت الست انا اللي اقول لك انا امرك تعملي كذا 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 من الاول. لا الست هي لازم نبقى كلنا يعني انا اتنازل اوكي انما هم قوامين يعني الراجل قوامين علينا وليهم الطاعه وليهم ان انت تسمعي الكلام بس كله بالتفاهم كله في اطار الاحترام كله في اطار الوضوح والصراحه والنقاش الدنيا بتمشي بتبقى زي الفل. لا بس هو زي ما دكتور احمد قال ان هو ما فيش حد يجي لي هو عارف ان انا مثلا مش محجبه ويقول لي اتحجبي انت يعني لسه ما فيش اي حاجه اقدمها لك تنازل. فاهم قصدي؟ ما هو ده تاني هنرجع بالزبط. نقول ده ليه علاقه بالتفاهم والنقاش. ايوه من الاول يعني ببساطه كده بتقصدي ان انا هسيب لك حاجه فانت هتسيب لي حاجه لحد ما اللي ينفع يتسيب اللي ينفع من غير ما تتغير من غير ما تغيرني انا. في النهايه يعني انا طبعا بحب اختم الحلقه بالايه بجمله ايه ان زي ما هي بتقول الدكتوره ولاء ان انا الاختلاف ما يكونش في المبادئ ممكن يكون في الحاجات الفرعيه، انما المبادئ ثابته وما ينفعش تتغير عند كل واحد بمبادئه اللي هو ايه بيحبها. في النهاية يعني بحب أشكركم على الفقرة الجميلة دي إنكم يعني تابعتونا فيها، وبشكر طبعا ضيفتي المميزة الدكتورة ولاء والهام اللي نورتنا النهاردة ومستنية معانا الغدا. وإن شاء الله استنوا الفقرة الجاية هتكون طبعا مميزة جدا 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 مع ندى ثروت ودكتورة دينا سرور. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. دكتور أحمد موافي مع السلامة. مساء الخير مشاهدي الصحة والجمال، أهلا بيكم في فقرة جديدة من قعدة الدكاترة. كلنا بعد الكورونا حصل لنا زي أزمة نفسية مش عارفين نرجع نتعامل تاني مع الحياة. كمان أغلبنا في فترة الكورونا حصل بينه وبين الناس القريبين منه مشاكل بسبب أنه كلنا كنا مضغوطين. معانا النهاردة دكتور أحمد موافي أخصائي الطب النفسي هيكلمنا عن إزاي نخرج من الفقرة دي. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا ندى، نورتي الفقره الثانيه. هو الفقره دي يا جماعه مختلفه شويه او حصل فيها اختلاف كده بسيط. يعني انا كنت مذيع الفقره الاولى، دلوقتي انا الضيف. يعني تقريبا ندى اصرت تستضيفني علشان نتكلم عن الموضوع بتاع الحاله النفسيه. احنا لسه يعني على وشك ان شاء الله نخرج من الكورونا، فان شاء الله نخرج منها على خير ونشوف يعني ربنا يسهل نخرج منها ان شاء الله. وانا مبسوط ان انا معاكم المره دي كضيف. يعني طيب قبل ما نبدا اسئلتنا دكتور احمد عايزه بس ارحب بضيفتي الاستاذه دعاء الراعي. عايزين نعرف من حضرتك ازاي ممكن ناكل في العيد اكل صحي وفي نفس الوقت ناكل نفسنا فيه. تمام. هو انا عملت حاجه النهارده يا رب تعجبكم. هي فته صحيه، فته فيها كذا مشكله.
ده في قراءة رأيي يعني، أنا شايفة إن فيها كذا مشكلة، أولهم هي العيش. فالعيش اللي أنا، ناس ساعات بتحمر العيش وساعات بتستخدم عيش أبيض، فأنا مستخدم عيش أسمر متحمص، تمام، متحمص من غير زيت من غير أي حاجة خالص. وبعدين بدلت الرز بالفريك، بس هو فريك عشان بس يعني ايه، هو الفريك احنا نقدر ناكل منه كمية اكبر من الرز، صح كده؟ الفريك نقدر ناكل منه كمية اكتر من الرز، لان هو غني بفيتامينات ومعادن واحماض وفيتامينات او معادن، وغير كده المؤشر الجلايسيميك اندكس بتاعه مش عالي، الجلايسيميك اندكس بتاعه في اللو، تمام، فاحنا نقدر ناكل منه، ما فيش فيه مشكلة. وغير كده هو من الحاجات المفيدة، الحبوب الكاملة اللي احنا نقدر ناكلها، يندرج تحت الحبوب الكاملة. يعني ممكن بدل ما اكل 5 معالق رز مثلا اكل 8 معالق من الفريك ممكن مثلا، تمام تمام. اللحمة طبعا هي لحمة مسلوقة عادية خالص، وصوص الطماطم بقى، صوص الطماطم كمان في يعني انا عملته عبارة عن ايه، عبارة عن طماطم وعبارة عن فلفل احمر، فلفل احمر رومي اللي هو العادي الموجود عندنا في قلب السوق عادي او في الماركت عادي، ضربت الاثنين مع بعض في قلب الخلاط وحطيتهم على النار من غير اي زيت من غير اي سمن من غير اي حاجه، السمن بس خدوا الفريك وهو بيتعمل وخدته الدقه اللي هي بتاعه الثوم، تمام. بس طيب بالنسبه لحلويات العيد، حلويات العيد احنا بصي انا عملت كيكه بولندي في الفقره الاولانيه، تمام. واتمنى انها تعجبكم. هي عباره عن بطاطا وعسل اسود وطحينه بس. بالنسبه بقى ممكن اقول تب بس صغيره تخص الناس بخصوص اللحمه عشان خاطر احنا في العيد، اول حاجه احنا ما عندناش لحمه بتتغسل، دي اول حاجه، حاجه لازم الناس تكون عارفاها ان احنا ما عندناش لحمه بتتغسل. تاني حاجه ان اللحمه قبل ما هشتغل فيها ايا كانت اللي انا هشتغل فيها لازم تطلع تقعد في درجه حراره الغرفه لمده من 10 دقائق ل 15 دقيقه، دي حاجه الناس لازم تعرفها علشان خاطر لو دخلتها على طول على النار هتبقى تبقى طف وهتبقى قاسيه، ولو بقت طف وقاسيه هاجي اقول ان اللحمه مش حلوه، لكن هو العيب في طريقه استخدامي للحمه واختياري لقطعه اللحمه انا هشتغلها ايه. تتعلمي الحاجات دي عشان لما تيجي تطبخي ان شاء الله يعني في المستقبل. اختيار قطعه اللحمه كمان مهم، تمام. سيب حضرتك تكملي ونرجع ليكي تاني. دكتور احمد انا عايزه اسال حضرتك سؤال، هو احنا ليه كلنا كنا بنتخانق مع بعض في وقت الكورونا؟ يعني ايه اللي ممكن يخلي الناس يكونوا يعني احنا في الوضع الحالي كلنا بنبقى عادي، هو يومنا ماشي بنفس الطريقه، هو كل اللي اختلف يمكن ان احنا ما بقيناش بنخرج ما بنروحش في اماكن كتير، بس انا ملاحظه انه بالذات اي اتنين متجوزين بقى بينهم مشاكل كتير قوي فتره الكورونا اللي فاتت. بس ندى والله اللي حصل ان الناس اتغير اللايف ستايل بتاعها اللي هو الديلي لايف ستايل بتاعها بشكل مفاجئ، يمكن بشكل جديد، فانت دلوقتي متعود على ستايل كل يوم بتعمله، ففجاه انا بقولك لا انت تقعد في البيت، وفجاه لقيتي مامتك معاكي في البيت وباباكي معاكي في البيت واخواتك معاكي في البيت، فبقى في زحمه في البيت اللي هو انت دايما متعود ان البيت فيه انا وواحد معايا او اتنين واحنا اصلا مش شايفين بعض، فده بيعمل نوع من انواع الحياه الجديده اللي انا اصلا مش متعود عليه، زي كانك رايحه مكان اصلا لاول مره وبتاخدي وقت على ما تتعودي عليه، ففجاه البيت اتملى ناس، فده بيعمل كلام كتير، احتكاكات، تطشات، كل واحد عايز يعمل حاجه، عايز يقول رايه، فالموضوع ببساطه بدا يظهر ستريس جديد، بيئه جديده احنا ما كناش متعودين عليها اصلا، يعني احنا اخرنا كنا نقعد في اجازه العيد مثلا في اجازه 3 4 ايام بالكتير، بيبقى في مشاكل برضه، هي في مشاكل كمان في ال3 4 ايام دول، فالموضوع المره دي زاد شويه ان الناس قعدت مع بعض كتير، الحظر كان بيخلي الناس تقعد كتير، فدايما ده بيعمل مشاكل. العلاقه الانسانيه عموما لازم يكون فيها سنه بعد وسنه قرب، ما تقربش قوي ولا تبعد قوي، فاللي حصل الناس قربت من بعض قوي، فده عمل مشاكل كتير، فيعني ده يمكن كان السبب الرئيسي طبعا على اختلاف الاراء بقى، وكل واحد عايز يعمل حاجه، هناكل ايه النهارده؟ لا مش واكلين دي، طب نعمل دي، ايه انا عايز عصير، مين شرب البيبسي بتاعي اللي في الثلاجه، مين كل المانجايه بتاعتي كده يعني. تمام. طيب دكتور انا عايزه اعرف من حضرتك حاجه، احنا كلنا على فيسبوك مثلا بنفضل نتكلم انه احنا مكتئبين، انا عندي اكتئاب، انا الفتره دي مكتئب، بس في فرق ما بين الاكتئاب اللي انا ممكن احس بيه وفي الاكتئاب ان انا مريض اكتئاب مش مزاجي وحش مجرد يومين، عايزه حضرتك تقول لنا
ازاي اعرف ان انا مريضه اكتئاب محتاجه الجا لدكتور، او ان انا مودي وحش بس بزياده شويه لفتره وبعديها هرجع تاني كويس؟ بصي السؤال ده حلو جدا. ليه بقى؟ لان احنا في الفتره دي ناس كتير مرت بمزاج مكتئب، مزاج مكتئب يعني انا مكتئب بس زعلان يعني حزين. طيب يا ترى ده اكتئاب مرض؟ لان في حاجه بس عايزين نعرفها، في مرض اسمه الاكتئاب، مرض ليه كرايتيريا وليه مواصفات وليه اعراض وحاجات من دي. انما الاكتئاب الحزن ده شعور وده عرض من اعراض مرض الاكتئاب. اسمه ايه؟ اسمه مزاج سيء، ساد مود، انا حزين يعني زعلان شويه، فده عرض اصلا من ضمن اعراض الاكتئاب التسعه تقريبا. طيب امتى اعرف الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان الحزن ده او الزعل ما بيأثرش على حياتي اليوميه، ما بيخلينيش مثلا قاعد في البيت مش قادر اروح الشغل، ما بيخلينيش مش قادر اتعامل مع الناس، ما بيخلينيش ما اروحش الجيم، ما اروحش مثلا ما اروحش الحاجات الانشطه بتاعتي اللي انا بحبها وبحب اعملها. ده المزاج السيء، ده اسمه مزاج سيء. يعني طول ما انت بتروح شغلك بتمارس هواياتك حياتك كل حاجه ده ما فيهوش مشكله. امتى بقى اقول ان انا بقيت مريض اكتئاب؟ مريض اكتئاب زيه زي اي مريض عادي تاني، بيقعده في البيت بيخليه مش عارف يعمل حاجه، او ملوش نفس يعمل حاجه اصلا، او مش عارف يعمل حاجه، يعني حياته وقفت. تمام. والمده ما تقلش عن 3 اسابيع. يعني انا بقالي 3 اسابيع بالوضع ده، مش عارف اروح شغلي، مش عارف اعمل حياتي اليوميه، مش عارف ممكن اشتغل. انا من جوايا عايز اخرج وعايز انزل، انا محتاجه اشوف صحابي، بس في نفس الوقت انا خايف او مش قادر انزل، مش قادر اواجه حد. صح. ده اسمه عرض ايه؟ في حاجه اسمها في الاعراض يعني بتاعه الاكتئاب سايكوموتور اجيتيشن او ريتارديشن، اللي هو يكون نشيط قوي او مكتئب قوي مش قادر يتحرك. انا عايز اتحرك وعايز اتغير بس انا مش عارف يعني مش قادر. فدي طبعا حاجه اسمها لوس اوف الديزاير، ما عندوش قدره او باور. فده الفرق بينهم، ان مريض الاكتئاب ده مريض عنده اعراض كتير قوي، انما الحزين او الزعلان ممكن يكون زعلان مثلا بسبب موقف وطول معاه الزعل شويه، بس ما خلاهوش مثلا يلا نخرج النهارده بالليل، لا انا جاي ماشي بس زعلان شويه وانا قاعد، بس بخرج. التاني بقى قاعد بروطه كده ما بيعملش اي حاجه خالص، وغصب عنه طبعا لان ده يعتبر مرض. تمام. طيب يا دكتور انا عايزه اسال حضرتك بخصوص الوسواس القهري. احنا يعني كلنا دلوقتي اعتقد ان احنا بعد فتره الكورونا، بحاول بعد فتره الكورونا انا حاسه ان احنا كلنا بقى عندنا وسواس قهري. في ناس بجد هم كانوا مرضى والموضوع زايد معاهم، ودلوقتي يمكن كلنا بقينا خايفين طول الوقت، ماشيين بالالكحول طول الوقت، متوترين، نغسل ايدينا مره ندخل نغسلها تاني، خايفين نلمس اي حاجه. فعايزه اسال حضرتك هو ده ممكن يكمل معانا لامتى؟ بص يا ستي، هو الموضوع طبعا ساعات بيبقى عاده، يعني الوسواس ده بينشا انه كان عاده، انا بحب انظف نفسي، بحب اغسل ايدي، بحب مثلا ارتب مكتبي ودولابي، ولو حد دخل اوضتي ولعب في حاجه يعني ممكن اقتله. فده طبعا حب الترتيب. الوسواس يقلب امتى بقى؟ لما برضه يوصل كمرض او كديس اوردر، ان انا مش عارف ان انا برضه امارس حياتي الطبيعيه بسبب خوفي او حبي الزايد للحاجه دي، ترتيب النظافه. الناس بقى الايام دي طبعا مع التعقيم، انت تيجي داخل لواحد تلاقيه ماسك اللي هو الرشاش ده ويقعد يعقمك وكحول وايدك وتوضى واستحمى قبل ما تدخل. فالمفروض ان انا بتكيف مع الوضع، يعني الوضع بدا يخف وبدا يقل وبدات الامور تمشي، خلاص اتعقم واخد بالي زي ما انا، بس من غير ما ازودها يعني، من غير ما بوظ. بس ده يا دكتور ده خوف طبيعي. اعتقد انه يعني انا طبيعي ان انا اكون خايف عشان في وباء، لكن ابتدي اقلق لما اكون انا بعمل كده بزياده لدرجه ان انا مش قادره امارس حياتي الطبيعيه. تمام. فبصي، هو الخوف الزايد طبعا ده خوف صحي ومفيد، وقلق طبيعي جدا زي اللي قلقان وعنده امتحان مثلا، ده طبيعي جدا عشان يذاكر اكتر. فيا دوبك انا اقصد ايه؟ انك انت قلقي واهتمي، بس ما تزوديهاش عن حدها، والا طبعا الموضوع هيعمل لك ديسابيلتي ويعطل لك حياتك كلها. تمام. طيب دكتور احمد استاذنك هنرجع تاني معانا تشاف دعاء، عايزين نعرف كده ايه الاخبار. وصلنا لايه؟ خلصت. خلاص ورينا. طيب. كده بقى بس دي فته، بس محتاجه بس اقول معلومه صغيره نسيت اقولها عن الفته. الناس لما هتيجي هتسلق اللحمه، احنا لما بنيجي بنسلق اللحمه بنسلق اللحمه في طريقه صحيه للسلق. ده بجد؟ ده بجد. انا عشان انا بعمل دايت وعايز اخس، فاحنا بنعمل اللحمه المرق اللي هو بيكون داخل فيه العظم، فبحط كله على البارد، يعني ميه باللحمه بعظمها وكله على البارد. كله على البرد، والبصل والجزر والورق الكرفس، بنحط ورق الكرفس في الشوربه لان نكهته بتكون اقوى من العيدان. ايه تاني؟ كله بيبقى على البارد لحد ما هتبتدي ان هي هتبتدي تبتدي تغلي، ابتدي اهدي النار.
تمام بس تمام. طيب يعني احنا كده هنقدر عادي ناكل فته في العيد من غير ما نتخن؟ بالظبط. دي كل يعني هم ده اكيد كل اللي شاغلنا دلوقتي، لان احنا بنحاول بس ما بنقدرش قدام اكل العيد بالذات. واتمنى ان انتوا تقولوا لي. تمام. انا بشكر حضرتك جدا. بشكر جدا. يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهارده وتكون كانت حلقه خفيفه عليكم. دكتور احمد انا بشكر حضرتك، استفدنا كتير في موضوع الكورونا. ان شاء الله نشوفكم في حلقات جديده من قعده دكاتره. شكرا.